اليوم تم توقيع توأمة ما بين مدينة مراكش ومدينة سوزو. هذه التوأمة اللي كان تمضى عقد البروتوكول دو كوبيراسيون، عقد تنقلوا بروتوكول دو كوبيراسيون تمضى في 2013، واليوم تم الحمد لله باش تعقد هذه التوأمة، تكون الإمضاء ديال هذه التوأمة اللي غتعطي واحد الدفعة كبيرة في التبادل، لا في الخبرات، تبادل الخبرات، ولا في التبادل الثقافي، ولا في التبادل العلمي، او لا في الصحي، او جميع المجالات. وكيلاحظوا التدخل ديال السيده نائبه عمده سوزو سطرات بزاف على بزاف الكلمات، لا هي ولا السفير تاع الصين في المغرب، سطروا بزاف على الجانب الاقتصادي، هو باش يمكن تكون واحد الدفعه اقتصاديه رافعه من مدينه مراكش باستدعاء او بدعوه المستثمرين والناس المهتمين الاقتصاديين بمدينه مراكش، باش يمكن لهم يديروا مشاريع. وهذا هو الطلب اللي كان عندنا ديما معاهم في النقاشات وفي الكلمات او في التدخلات، هو انه كيفاش ممكن تكون هذه المدينه تكون رافعه اقتصاديه لمدينه مراكش، وفي نفس الوقت علاش لا مدينه مراكش تكون هي لا باسريل، او نقولوا هي القنطره ديال العلاقات التجاريه ما بين المغرب والصين، وبالاخص كيستر السيد السفير على التبادل التجاري بالاخص في ميدان الزيوت. وهنا تنقولوا باننا احنا الاهم عندنا في هذه التؤمات هو تكون واحد الدفعه قويه للمدينتين، وبالاخص تنطلبوا مدينه مراكش باش تكون واحد الدفعه. وهنا سطروا على قضيه السياحه اللي تقريبا في 2019 كانت 150 الف سائح اللي جات تقريبا زارت المغرب وبالاخص مدينه مراكش. احنا ما كرهناش هذه السياحه والثاني يجيو ويديروا واحد الدفعه كبيره بالجانب السياحي لمدينه مراكش. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الواحد الشفقي، رئيس مقاطعه ديال المناره، وبرماني عن هذه المقاطعة، عن الدائرة ديال المنارة كذلك. اليوم حاضت بدعوة من السيدة رئيسة المجلس الجماعي الأستاذة فاطمة الزهراء منصوري من أجل الحضور في على التوقيع على الاتفاقية ديال التوأمة ما بين مدينة سوشو الصينية ومدينة مراكش. هاد العلاقات هي بين هذه المدينتين، هي علاقات تقريبا قديمة من 2012 تقريبا، مدة ديال 11 سنين. اليوم الظروف كل شيء كيعرفها، تعطلت هذه الاتفاقيه باش توقع ديال الجملاج. اليوم شاءت الاقدار اننا توقع هذه الاتفاقيه، واللي كان اشرف عليها هو الدكتور ادريسي النائب الاول للسيده الرئيسه. حضور كثيف لجميع يعني السياسيين والمسؤولين بمدينه مراكش. هذه الاتفاقيه ما بين مدينه مراكش ومدينه سوسو هي اتفاقيه من اجل التبادل يعني الخبرات والتبادل ديال التعاون السياحي والاقتصادي في مختلف المجالات. كنتمنى ان الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا في هذا المجلس ديال مراكش على اساس اننا نحيي واحد مجموعه من الاتفاقيات، واحد مجموعه من الشراكات اللي كانت مجموعه من المدن التوأمات اللي كانت بين مدينه مراكش وواحد مجموعه ديال المدن، لان هذه التوأمات من شانها انها تعود بالنفع الكثير على هذه المدينه. نحن ملتزمون كمجلس جماعي وكمنتخبين وكسياسيين بالتفاعل الايجابي مع هكذا يعني قرارات ديال السيده رئيسه المجلس، وكذلك نحن ملتزمون ونفتخر على اساس اننا من بعد الكوفيد ومن بعد هذا وقعنا هذه الاتفاقيه ديال التوأمه، وتنتمنى ان تكون عندنا اتفاقيات ديال التوأمه في المستقبل القريب، لان هذا غادي يشكل واحد المنطلق جديد لهذه المدينه، واحد يعني انفتاح على المحيط ديالها ماشي غير المحلي ولكن حتى الدولي. وشكرا لوسائل الاعلام اللي جاوا وكبوا هذه الصباحيه هذا الحدث المهم اللي كتعرفوا مدينه مراكش، وشكرا جزيلا لكم. اللقاء ديال اليوم كيتعلق بالتوقيع النهائي بعد الموافقة الدوائر العليا على اتفاقية التوأمة اللي أصبحت تربط بين مدينتي سوزو الصينية ومدينة مراكش. وهذا حاليا بعد وصلنا للدوائر العليا وعطتنا الموافقه باش يرتقي هذاك الاتفاقيه التعاون اللي كانت في 2013، ترتقي هذه الاتفاقيه التعاون الى توأمه. وهذه هي النقطه الفاصل اللي كانت حاليا حفل التوقيع على بعد الموافقه
الأساسية والنهائية من طرف الدوائر العليا أن ترتقي اتفاقية اللي وقعنا في 2000 وكان لي شرف توقيعها في فترة 2013 في مدينة سوزهو الصينية. ارتقت هذه الاتفاقية إلى اتفاقية تؤامة، وفي هذا الإطار كان دور فاعل كبير وبير الأستاذة فاطمة الزهراء رئيسة الجماعة الحضرية. وكذلك هذا العمل خاص بمدينة مراكش، ماشي عمل خاص ولكن حتى ده عمل خاص بالإدارة بالموظفين بقسم العلاقات الخارجية بالمصالح الولائية بمصالح كل شيء، الجميع اشتغل باش نوصل لهذه المرتبة. وهذه المرتبة تدل على أن المغرب خدا الطريق السليم والطريق الصحيح، هو باش يطور دبلوماسية المدن مع الدول المهمة وما كالصين ومع المدن المهمة كالصين. أنا تنأكد على الكلمة ديال السيد السفير، وهنا أشكره على المداخلة ديالو سفير ديال الصين في الرباط، اللي قال لك أنه خصنا نركزوا على التكوين المهني، خصنا نركزوا على الثقافة، خصنا نركزوا على الجانب المتعلق بالبنيات التحتية. وتطلب من الشركات في سوزو، وهي شركات مهمة جدا، باش تجي لمراكش وتستثمر في كل ما يتعلق بتحلية المياه وفيما يتعلق بالبنيات المائية وفي البنيات التحتية. وهذا واحد الميساج مهم، وهذا واحد الإشارة مهمة بأنه تطلب من الشركات الصينية، وهو كيمثل الدولة الصينية على مستوى المعنى، وحضوره ومشاركته بشكل كذا يعني أنه يبارك هذه العلاقة الصينية المغربية ويشيد بهذه الاتفاقية، ويطلب أن تكون هناك اتفاقيات متعددة باش يمكن الشركات الصينية تدخل، وباش يمكن لنا حنا كذلك نرسلوا ونصدروا دول المنتوجات ديالنا. وتيشيره وفقط نشير لكم، كل ما نصدره من زيت المائدة مثلا ولا أرغان ولا كذا ولا صناعة تقليدية، راه حتى ما غادي ناخذوا حتى 10% من القيمة ديال معنى كاين آفاق كبيرة للصانع التقليدي، كاين آفاق كبيرة أو كبيرة للعامل، كاين آفاق كبيرة لذاك الطالب المراكشي اللي غادي يمشي يقرا في سوزهو بمنح. وهذا نقول لك أن جامعة سوزهو تعطي منح للطلبة، أن جامعة سوزهو تعطي للطلبة المراكشين حتى السكن الجامعي وجميع كل ما يتعلق. إذا تنطلبوا من خلالكم من المسؤولين الاهتمام اكبر بعد هذه الاتفاقيه، تفعيل هذه الاتفاقيه، نهتموا اكثر، نرسلوا الشباب يقراوا تما، نشجعوا تعليم اللغه الصينيه، نشجعوا الناس ديال الصناعه التقليديه، وخصوصا الناس المصدرين في الفلاحه والصناعه التقليديه ولي برودوي تيروار، يمشيوا يبحثوا على ذوك الافاق. دابا هالاتفاقيه كاينه، هذه قنطره كما سماها مرسي السفير، هي باسريل قنطره. هذه القنطره ما يمكنش نبنيوها وتبقى واقفه، شكون اللي بيمشي فيها؟ بيمشي فيها الطالب، بيمشي فيها هذاك الصانع التقليدي، بيمشي فيها الفلاح، بيمشي فيها اي واحد مهتم بهذا العالم اللي هو العالم الجديد. الامور راه كان ايجابيه، وتنعاود نشكر وتنعاود نجدد، لان سيدنا الله ينصروا اراد لهذه المدينه الخير، واراد المراكشيين بهم الخير، لانه هو الذي اشرف وقال ان هذه سوزو هي اللي خصها تكون. وهذا خير كبير، وهذا اشاره كبيره اللي خصنا نلتقطها كمسؤولين محليين اقليميين جهويين ونقودين، باش نقولوا اشنا هذه الاتفاقيه، كل واحد في القطاعات اللي عنده كيفاش هذه نستفدوا منها. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.